القرار ضده قطعا 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 أبدا يعني. والجولان سوري أراضي سورية ونحن ضد هالقرار أبدا. هذا قرار يعني نحن ما يعني اصلا ترامب بحد ذاته واحد مجرم واحد كذا، ما بيحق له يتخذ هيك اجراءات او هيك قرارات. اصلا ترامب بين ميم انا ما بعترف فيه وما حدا بيعترف فيه، شو هذا؟ منين ظهر لنا هذا ترامب من جديد؟ يعني ما هذا شيء قرار ما بيودي ولا بيجيب شغله فاضيه. هذا الشيء غلط يعني. الجولان لنا اكيد يعني، وان شاء الله بترجع يا رب. برايي انه هو ما له صاحب قرار انه يقسم الارض على مزاجيته، او هو يقول والله انه هي لفلان وهي لفلان، يعني هي الارض لنا وبدها تضل لنا. اي حدا بيقدر يحكي اللي بده اياه، بس يعني بالاخير يعني بده يحق لحقه يرجع لكل الارض لاصحابه. قرار ترامب باطل، والجولان عربيه وستبقى عربيه ان شاء الله. واهلنا للجولان، قولوا ان انتم العرب وانتم اهل جولان وتبقوا بالدين ان شاء الله حتى تحرير جولان، والجولان في قلب سوريا. الجولان عربي سوري وراح يبقى عربي سوري مهما اتخذوا من قرارات سواء ترامب او غيره، وبإذن الله يعني راح يرجع عن قريب. والله الجولان لإلنا يعني، إذا قالوا لإسرائيل ولا لغيرها هي لإلنا وراح تضل سوريا. أكيد من دينه وبنرفضه، وأصلا هو ما له لا صلاحية ولا صفة ولا يعني حتى هو يبت بها موضوع أساسا يعني. هو أكيد القرار فاشل وما حدا راح يرد عليه نهائيا، بس طيب ما فينا نقول يعني اتخذ قراراته على كيفه وما حدا يرد عليه نهائيا. لا تعليق طبعا. أمر مرفوض تماماً.